أسس يهدف المطران جوزيف جبارة رئيس أساقفة بترا وفيلادلفيا وسائر الأردن قداس الرسامة الإنجيلية للشماس فارس بقاعين، وذلك في كاتدرائية القديس جورجيوس بعمان، بمشاركة عدد من الكهنة من الأردن ولبنان وجمع كبير من المؤمنين وذوي الشماس. وقد استلهم سيادة المطران في عظته صفات السيد المسيح مستندا على حادثة غسل أرجل التلاميذ، وداعيا نفسه والكهنة والمؤمنين للتحلي بتلك الصفات التي كرسها يسوع المسيح في حياته. يقول فارس في رسالته التي طلب فيها الدرجة المقدسة في شهر حزيران من هذه السنة: سيدنا الحبيب، إنني وخلال هذه السنوات الطويلة نسبياً في اختباري هذا الصوت، ظل الصوت عم بلاحقه، صوت الله الذي لم أتوقف يوماً عن اتباعه، اختبرت رعاية الرب وعنايته وقربه مني أكثر من نفسي، فكون في داخلي رغبة في أن أكون بكليتي له لفرط محبته لي أولا. فإذا كنت أحيا فأنا أحيا به ومنه وله، وإذا تحركت فإن كل حركاتي وسكناتي به ومنه وله، وإن وجدت من بطن أمي فإني وجدت لأكون بكليتي له. فهنيئا للكنيسة وللأبرشية ولعائلة بقاعين ولعائلة فارس الصغيرة بهذه الرسامة الجديدة، وكل التوفيق لبوذياكونوس. الدياكونوس اليوم راح يصير فارس في مسيرته وفي خدمته الكنسية. آمين. Ελεύθερον δέσποτα Άγιε, Ιεραισιάε ορκος θαράπεν, λιάννα λαδρά καδ χαμελετ φι αχσαίχα, βα βαλαδετ ύπνεν χωα εμμανού. النعمة الإلهية التي في كل حين تشفي المرضى وتكمل الناقصين هي تنتدب لبوذياكونوس فارس الكلي الورع للدرجة الشماسية الإنجيلية. فلنطلبن إذن من أجله لكي تحل عليه نعمة الروح الكل قدسه. وفي ختام القداس الإلهي الحافل، تقبل الشماس الإنجيلي الجديد وعائلته وأخوته الكهنة التهاني بهذا الإنعام المبارك.